السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما فيش أسوأ ولا أخص من المزايدات، خاصة المزايدات حق المفضوحين. يعني مثلا لما الحرامي يتكلم عن الأمانة تتكلم عن الشرف، فاشل يخطب عن النجاح، حوثي يتكلم عن القدس والأقصى وقضية فلسطين. نعم قالوا معاهم يوم القدس الخميني، كذا توجيه من طهران مش أكتر. ولا والله الحوثي لا عارف بالقدس ولا هو حولها. الخبير يشتلق حملية وقبل هيلان قال لك قدس وغزة. طيب تعالوا نشوف التناقضات بين أولها. قال لهم الشيخ رائد صلاح إمام المسجد الأقصى الله يفك أسره، لا يستقيم أن يدعي الدفاع عن الأقصى والقدس من يكره ويسب ويقدح فاتحها الفاروق رضي الله عنه. وتعالوا شوفوا القرآن الطاحس حقهم إيش يقول عن فاتح القدس وموقف أرض فلسطين وصاحب الوثيقة العمرية، أول وثيقة تعايش ديني وإنساني مكتوبة في التاريخ. إذن كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، وكل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها هو عمر. إن المسؤول الأول عنها هو عمر. أوف 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 أوف. هذه بس عشان تشوفوا التناقضات، لا تقولوش إن هذه نعرة طائفية، لا لا، هذا الموضوع مختلف. هيا بالله قولوا لي انتم، كيف ناس يشوفوا فاتح القدس كذا ويكرهوه كذا وشالوا اسمه حتى في المناهج الدراسيه وفرضوا على اتباعهم تغيير اسم عمر من كل ابنائهم؟ هذونا بيكون همهم استعاده ما فتحه عمر بن الخطاب. قال لك يوم القدس. بس كيف جت قصه يوم القدس هذه؟ خلونا نعرف من هذا الحوثي الفيشينك. يوم القدس العالمي الذي اقترحه آية الله الخميني رحمه الله في حياته. يا سامعي قلت لي يا أخي هذا الخميني كان قوة، شكله كان يكره إسرائيل موت موت موت. تعالوا نشوف كره الخميني لإسرائيل كما روى الرئيس السادات شخصيا وفي حينها. والشيء الخطير، سمعتم عن صفقة السلع بين إسرائيل وإيران؟ اسمعوا بقى كمان، من 3 أيام ومكتوب في الصحف، تلت أكل إيران تشتريه رسميا من إسرائيل. ده مين؟ الخميني. هيا ومن يوم ما دعا الخميني اليوم القدس قبل 30 سنة لليوم ولا تعول منهم صهيوني واحد، كله شغل سينما وجرافيك وشعارات، وقول متبردقين حق مران وفو الناقص وفوق اليمنيين. اخوانا بيقولوا الله اكبر، قال موت لامريكا من هذا كلام، هذا كلام، هذا كلام، هذا كلام، ما احد مات ولا الحمد لله، مالك امريكا موجوده واسرائيل موجوده. واضح، عيني عينك، لا تقول لي ولا اقول لك. اقصى ما فعله الحوثي باسرائيل بس قوى الشغل حق الجرافيك يا قدساء. الله الله، شغل بيرفكت، شغل بيرفكت، شغل إيراني لبناني مالوش حل، لبناني إيراني لا قناة المسيرة. شفتوا كيف يقاتلوا إسرائيل بالبلايستيشن بس، حتى يختاروا لهم أشكال نظيفة ومرتبة وحاجة بيرفكت ويقاتلون حنا بكم من متبردق زي كذا. لإسرائيل الألعاب واليمنيين التفجير والتهجير والعبوات الناسفة، ونصف مليون لوم لحد الآن من مران لما انعدن. بس الحقيقة والأمانة الحوثي أوقع الصهاينة، أوقع الصهاينة بقوة. من يوم ما خرج من مران أرسل لإسرائيل 400 مستوطن طردهم من اليمن طرداً، ومرة قبل شهرين تعصب الحوثي، تعصب جداً وبقوة وتألم على القدس وأرسل لهم قنبلة
ما هو وتنهم ده. وأرسل نسخة مخطوطة من التوراة تعتبر كنز تاريخي. أوقع إسرائيل وقع يا جماعة، توين منه لليوم؟ على بساط الحوثي وصالح طار 19 يهودياً يمنياً لإسرائيل، وعلى البساط نفسه ركب نتنياهو وحكومته المأزومة دولياً ليقدم لشعبه انتصاراً في صفقة سرية ومعقدة، ولتعويض الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن حالة التخبط والقلق الوجودي الذي تعيشه. ولأنه يوم القدس ولهم 5 سنوات وهم يحتفلوا بس قرروا أنه خلاص وقت الجد، وتحركوا تحركاً وساعة الصفر بدأت، فقاموا حشدوا قبل أمس. وهات لك يا دبابات ومدرعات وشاصات ومدري كم كتيبة متبردقين وهجوم، ويا شاس الله اركبي، والشخوة جنب الراديو يتابع، وهات يا قصف ومدافع وهاونات وهاوزات ودبابات، ومن عدة محاور ولعنا على اليهود وخروا مننا وهوب، كل هذا فوق تعز الصهيونية بيلتفوا على إسرائيل. بس انتم مش فاهمين الخطة، هم بيلتفوا إسرائيل. من 2004 وعصابة الحوثي الإجرامية لليوم قد قتلت من اليمنيين أكثر من 50 ضعف ما قتلت إسرائيل من الفلسطينيين من عام 1948. يحتل الكيان الحوثي 200,000 كيلومتر مربع من مساحة اليمن، وهي قرابة 8 أضعاف مساحة فلسطين. وزع الحوثي على أتباعه من أراضي الدولة ضعف مساحة فلسطين. يعتقل الكيان الحوثي أكثر مما تعتقل إسرائيل من الفلسطينيين. أطول حرب شنت إسرائيل على غزة استمرت 33 يوم، ومن 5 سنوات وحروب الحوثي على اليمنيين ما توقفت ولا يوم. صاروا أهل فلسطين أنفسهم يتضامنوا مع اليمن ومع تعز، واسمعوا هذه القصيدة من بنت غزة عن تعز. من غزة أرض رجال ليكي تعز النور، زفرة وعتابة وميجنة وبخور، لك تحدود حصارنا وعدي عكل بحور، واكتب على موج الهوى الحبك بقلبك صور، ودمعك يا تعز ينزل على خدي، غيبة صحيح لكن طيوفك راقدة حدي، حريتك قاعدة بنشيد تكرر بوردي، تدعي لك القدس الحنون ويردده ورد. وعاد الشخوة الحوثي قبل ساعات يخطف في يوم القدس الخميني ويهدد اليمنيين باستمرار الحرب ويعد بتحرير القدس. ونحن نقول لكم ايش رايكم نزاقرهم وهاتوا نتنياهو وشلوا الحوثي. يا يوم الهلس الخميني العالمي. هيا أش ولا نخ.